أفادت هيئة الأرصاد الجوية بأن الطقس يوم غد سيكون صحوا ودرجات الحرارة الصغرى 27، أما العظمى فستصل إلى 41. حالة البحر في البصرة تشير إلى أن الموج يتراوح بين خفيف ومعتدل بارتفاع يصل أقصاه إلى 5 أقدام، فيما الرياح جنوبية غربية تتحول إلى جنوبية شرقية وتصل سرعتها إلى 35 كيلومترا في الساعة. يوتي في تتمنى السلامة لطواقمنا البحرية على السفن وزوارق الصيادين.